حياكم الله متابعين الأحساء لايف مستمرين في نقل الأجواء الرمضانية الأحسائية لكم، واليوم متواجدين في عين سبعة. قبل أيام نقلنا لكم أجواء عين الجوهرية بالبطالية، واليوم متواجدين في عين سبعة في قرية القرين. عين سبعة سميت بهذا الاسم لأن في أيام القدم كانت مياه العين تجري في سبع أنهار تغطي الحسا، واختلفت الأقاويل إذا كانت نفسها عين سبعة أو عين الحارة هي نهر محلم العظيم. إذا كانت هي العين نهر محلم العظيم، تخيلوا كانت توصل المياه إلى بحر العقاب. تخيلوا الحين إحنا في قرية القرين، وين بحر العقاب؟ نهر محلم العظيم كانت توصل مياهه من شدة قوته إلى بحر العقاب. يعني شوف الحين إحنا في قرية القرين، وين بحر العقاب؟ الملك سعود الله يرحمه لما زار الحسا أقيم له حفل بجوار عين سبعة اللي احنا متواجدين فيها الحين. الحسا اللي تشتهر بكثرة عيونها ترى حاليا ما بقى إلا عينين شقالة، عين الجوهرية وعين سبعة. عين الحارة كانت إلى وقت قريب تشتغل، بس ما أدري ليش الحين أشوفها مقفلة، يمكن جفت عينها الله أعلم. في الأحساء قديما كانت النساء تسبح في العيون، بس مو عارف كيف كانت الآلية، هل كانت في أوقات محددة لهم أو في أماكن معزولة بالعين. بالمناسبة أيام أول كان عادي يجيبون الحمير أكرمكم الله ويسبحونهم في العين، وهذا الأمر كان غير مستهجن. بالمناسبة أيام أول كان عادي يجيبون الحمير أكرمكم الله ويسبحونهم في العين، وهالشيء كان مقبول وقتها. يا جماعة لحقة وسبحة في عيون الحسا قبل ما تجف، يعني العينين الباقية ما أتوقع أنهم بيطولون، عيون الحسا جفت. تجينا استفسارات عديدة بخصوص الاستشفاء بالعيون الكبريتية في الحسا، المكان الوحيد هو عين نجم وللأسف جفت من زمان. بصراحة استغرب ليش ما يتم تطوير عيون الحسا الباقية ليتم تحويلها إلى ألعاب مائية. انتهت تغطيتي لهذا اليوم، واتمنى انها نالت على اعجابكم. العين تفتح في الفترة الصباحية من الساعة 6 ل 12، والمساء من الساعة 4 ل 10.